الدين، علاش نحن نقولوا في كلام زي توا خاطرنا نتنرفزنا؟ لا، سي اون كولتور، ثقافه، والثقافه ورثه ورثناها على والدينا، والدين والدين والديكم والدين والديا. هكا الرسالة كبار هذوكم، هكا الحجاج اللي ترى فيهم توا هذوكم هما نتاع الكلام الزايد. هكا اللي كان قالت كلام الزايد وبعد هديها ربي عملت عمره ومشيها ولا حاج ولا كان تعمل 60 حاجه، سي عندك حسن، عندك جهنم وحدك. هكا الرسالة كبار هاي الكلمه وانت تبدو هما ماتي ما خرفت وانت تضحك. لا، والرجال الكبار بتاعنا مش كلام زايد هكا هو، ما عادش يلعبونا راهو، ما عادش يقولوا كلام زايد، فاتوا الكلام الزايد. ولا يخشوا تعبت كلام الزايد. ترى كلام زايد وما تسمعوش. هذيك الغشه ما تشوفش اليمين. هكا الحجاج هذوك الكبار يبدا كروم قشبيه يلعب في القهوه فيلتر، يلعب في الخركه، بحثيها اسرائيل يضحك. وانت تدخل فرخ صغير من كلمه عسلامه في اربع غشات وما تنجمش تشد.